يا أحبة من مشاكلنا أننا عندما نقرأ الآية القرآنية يعني نوجهها للغير، يعني مثلا نقرأ آيات بني إسرائيل نقول هذه خاصة لبني إسرائيل، نقرأ آيات عن الكفار نقول هذه خاصة للكفار ما لنا علاقة فيها، نقرأ آيات للفردوس الأعلى نقول هذه خاصة لأهل الفردوس الأعلى ما لنا علاقة فيها، ونوزع القرآن على آخرين وكأن القرآن لا يخاطبنا نحن. لابد أن نستشعر أن الله يخاطبنا، ولابد أن نخرج من دائرة إننا ملائكة. يعني مثلا نقرأ من شر حاسد إذا حسد، طيب إيش نقول؟ نقول بالنسبة للحسد فلان الحاسد ذاك، والثاني هذاك الحاسد، والثالث ذاك. طب أنا وإنت لما لنا علاقة بالموضوع، كأنه ملائكة، كأننا ملائكة. لا يا جماعة الخير، يعني ترى إحنا بشر، احنا في قلوبنا يكون في حسد، يكون في ضغينة، يكون في حقد، يكون في شيء من كبر. فاحنا لابد انه كل واحد مننا يبدأ هذه الكاميرا الموجهين للناس، لا نعكسها نوجهها لنا، هذه الكاميرا نوجهها الى قلوبنا نحن. هل نحن يعني بحثنا في قلوبنا يعني من الأمراض الموجودة فيها ولا لا؟ هذا مهم جدا. أما إنه فقط نوزع الغير من شر حسد لا حسد، لا الحمد لله أنا بالنسبة لي أبدا ما عندي أي حسد، أنا إنسان طيب، أنا إنسان لا. يعني في الأخير يا جماعة الخير كلنا يعني يقع في الحسد، يقع في هذا أو شيء من الحسد، فنراجع ما في قلوبنا.